السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عايز أتكلم في نقطتين بعد نهاية مباراة الإسماعيلي وفيوتشر. الأولى وهي تصريحات الكابتن حمزة الجمل بعد المباراة، أو يعني حزنه أو أعرب عن حزنه للتعادل مع فيوتشر. طيب يا كابتن حمزة الجمل، أنت في الشوط الثاني رجعت لعبت دفاع، ما لعبتش هجوم. أنت مستني إيه من فريق بتلعب بشكل دفاعي وما بتلعبش بشكل هجومي؟ يمكن الشوط الاولاني كنا حاسين ان الاسماعيلي هيقدر يعمل حاجه، الشوط الثاني في تراجع للخلف بشكل رهيب جدا. فيوتشر بيضيع حوالي 3 4 فرص في نهايه المباراه، ده في النهايه بس، يعني في اخر ربع ساعه وفي الوقت بدل الضايع. يعني محمد فوزي طلع كورتين بسم الله ما شاء الله، ربنا يثبته بس على المستوى الرائع اللي احنا بنشوفه منه ده ويبعد عنه الاخطاء. تاني حاجة، النقطة التانية وهي مثلا الأخطاء التحكيمية، فين بقى مجلس الإدارة؟ فين علاقات الكابتن محمد شيحة؟ شيحة أنت هتعمل حاجة في الموضوع ده، لازم يكون في حل لموضوع الأخطاء التحكيمية دي. نرفع شكوى للفيفا، نرفع شكوى في الاتحاد المصري للكورة واتحاد لجنة الحكام ولجنة المسابقات. لازم يبقى في حاجة من الشغب كده يحسوا بيها، ننسحب من الدوري لو الموضوع ده هينفع، يعني لو ننسحب من الدوري ده عشان إيه؟ نعمل أي بونت، ما يبقاش الاخطاء بالجمله كده. الصباح نازل عمال يدي انذارات ناقص يطرد الجمهور من الماتش، فده ما ينفعش، وضع غير سليم وغير صحيح بالمره. ونستنى، انا مستنى اتمنى يعني ان مجلس الاداره يعمل حاجه وشيحه يعمل حاجه، بدل التعيينات بقى سيد بزوكا يمسك الناشئين واسامه خليل يمسك متحدث رسمي ومستشار قانوني ولا مستشار فني، واللجنه الفنيه بقت 3 بدل 2 وتعيينات، والكابتن ولا علاء وحيد مسك ايه مش عارف، يعني حاجات برجله كده. احنا عاوزين حاجه تتعمل للنادي والجمهور يحسها بس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.